ودي امامنا فرصه محمد صلاح وهدف او وفرصه وهدف او وفرصه مصطفى التصليحه حلوه تريزي جول تريزيجيه يا تريزيجيه امامنا اهو ادي جلده خطير عرضيه خطره يا ساتر يا ساتر يا ساتر كره موزمبيق الخطيره الهدف التعادل واداله الرغبه ودي خطا دفاعي وانفراد وهدف ثاني حمدي العرضيه يلعبها عرضيه خطيره وتسديده ثاني امامنا هنا اللي هيشير الى احتساب ركله جزاء للمنتخب المصري في القائم وهدف التعادل وينهي امامنا ده بيبدا هذا اللقاء اللي منتخب مصر يخرج بنقطه بعد ما اصاب الجماهير